حمدين في كفر الشيخ يتعهد بالعدالة الاجتماعية، والسيسي يتابع نشاط أنصاره. مظاهرات ضعيفة العدد والعدة للإخوان، والأمن يعتقل 22 منهم في القاهرة والمحافظات. وفي حضور محلب، رئيس غينيا الاستوائية يدعو الرئيس المصري المنتخب للقمة الإفريقية. أخبار التاسعة من النهار اليوم، ونبدأها بمتابعة نشاط المرشحين الرئاسيين. تعهد المرشح الرئاسي حمدين صباحي وهو يتحدث في مسقط رأسه بكفر الشيخ بتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والقضاء على الفقر في حالة فوزه بالانتخابات. وقضى صباحي اليوم بأكمله في المحافظة التي مثلها نائبا برلمانيا لعشر سنوات، حيث صلى الجمعة وخطب في أنصاره قبل أن يقيم مؤتمرا جماهيريا قبل قليل. سنتعرف على أجواء زيارة حمدين صباحي لمسقط رأسه من خلال متابعة مراسلتنا داليا أشرف هناك في كفر الشيخ. داليا، تفضلي. نعم سارة، يعني الآن انتهى منذ قليل المؤتمر الجماهيري الذي عقده حمدين صباحي هنا في محافظة كفر الشيخ. هذا المؤتمر الذي جاء في إطار جولته في محافظة كفر الشيخ، والذي بدأها منذ الصباح في مركز دسوق بصلاة الجمعة بمسجد إبراهيمية الدسوقي، حيث يعني وصل قبل الصلاة ودخل وأدى صلاة الجمعة. ولكن يعني بعد صلاة الجمعة وفور صلاة الجمعة يعني خرج المصلين وانقسموا إلى قسمين، منهم مؤيد للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، والجزء الآخر كان مؤيدا للمشير عبد الفتاح السيسي، وتبادلوا الهتافات بين الفريقين. وجاء بعد ذلك أو خرج من المسجد المرشح الرئاسي حمدين صباحي وجاء وألقى كلمة، فاشتعلت الهتافات بين الفريقين. ولكن يعني بعد أن أنهى كلمته يعني توجه بمثيلا من السيارات إلى هنا لعقد هذا المؤتمر الجماهيري. هذا المؤتمر الجماهيري يعني جاء وقال فيه منذ البداية أنه ليس مؤتمر انتخابي، ولكنه جاء يعني في وسط يعني أهلها، لأن هذه المحافظة لها معزة خاصة عنده لأنها مسقط رأسه. ولكن يعني تطرق في هذا المؤتمر لعدة قضايا أو لعدة ملفات سوف يعمل على تطويرها، مثل ملف التعليم وملف الاقتصاد، وأيضا يعني أكد على ضرورة القضاء على الإرهاب في الفترة القادمة. يعني بالفعل تطرق لعدة ملفات، ولكن كان أهمها هو الملف الاقتصادي وملف التعليم وملف الأمن. داليا أشرف مراسلة تلفزيون النهار تابعت لنا جولة حمدين صباحي في مسقط رأسه بكفر الشيخ، شكرا لك. في المقابل حظى المرشح المنافس المشير عبد الفتاح السيسي بدعم وتأييد في تجمع شعبي نظمه حزب المؤتمر في حي السيدة زينب بالقاهرة. وفي وقت سابق من اليوم أقام مؤتمر القبائل العربية فعاليات لتأييد السيسي بمدينة القصاصين بالإسماعيلية. وفي مركز الصف بالجيزة شارك ممثلون من حزب المؤتمر أيضا في تجمع مماثل لتأييد السيسي. سنتعرف على تفاصيل هذا اللقاء الجماهيري من مراسلنا عمر الطلاوي الموجود هناك الآن. عمر، ماذا لديك في الصف؟ ساعة فونو ايه يا راجل؟ عمر فقدنا الاتصال بعمر الطلاوي مراسل تلفزيون النهار، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. في شأن مختلف، ألقت وزارة الداخلية القبض على 22 شخصا شاركوا في مسيرات محدودة لجماعة الإخوان بعد ظهر اليوم. كانت قوات الأمن قد اقتحمت المدينة الجامعية لجماعة الأزهر بعدما اشتبك طلابها مع القوات المتمركزة بالخارج،
وأفاد مراسلنا بأن القوات اعتقلت عددا من الطلاب. وفي المقابل ساد الهدوء شارع الهرم، حيث نجحت قوات الأمن في تفريق مظاهرات للإخوان بسهولة شديدة. يأبى أنصار تنظيم الإخوان إلا أن يواصلوا عنفهم المعهود كل جمعة، وتأبى الشرطة إلا أن تتصدى لهم، حالة تتكرر كل نهاية أسبوع ولم تضع لها الدولة نقطة نهاية بعد، بالرغم من تطبيق قانون التظاهر وإعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية. فمن أمام مدينة الطلاب لجامعة الأزهر ألقت قوات الأمن القبض على 5 طلاب محسوبين على تنظيم الإخوان بعدما تصدت لأعمال شغبهم بقنابل الغاز. في محافظة الجيزة نجد مسيرة أخرى بشارع الهرم أحدثت إرباكا مروريا ردد فيها المشاركون هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة. تتجه إلى المحافظات حيث الأسكندرية نجد اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان والأهالي بعدما قاموا بقطع الطريق، فيما تصدت الشرطة لهذا العنف بقنابل الغاز. تنظر إلى الفيوم تجد ألعاب نارية في مناوشات بين قوات مكافحة الشغب وأنصار الرئيس المعزول الذين شاركوا في مسيرات خرجت من أمام عدة مساجد عقب صلاة الجمعة. هذا العنف المتناثر في المحافظات نجحت قوات الشرطة في السيطرة عليه، فتمكنت من القبض على 22 من مثيري الشغب بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وطلقات نارية. كما تمكنت قوات الأمن أيضا من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين عثر عليهما بمناطق جسر السويس بمحافظة القاهرة وأسفل كوبري أحمد عرابي بالمهندسين. ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لحفظ الأمن من خلال انتشار قواتها ودورياتها الأمنية بشتى محافظات الجمهورية. شيرين مجدي، تلفزيون النهار. وينضم إلينا مراسل تلفزيون النهار أحمد فضل. أحمد، كيف تبدو الأوضاع بعد هذه المظاهرات والاشتباكات؟ أحمد فضل، هل تسمعني؟ أحمد، انقل لنا الأوضاع. أحمد فضل؟ طيب. أحمد، من يعني انقل لنا كيف تبدو الأوضاع وما هو المشهد لديك؟ طيب، يبدو أن لدينا عطل في التواصل مع أحمد فضل مراسل تلفزيون النهار. نشاطنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. الإدارة الأمريكية تعلن ترشيح روبرت بيكرفورد سفيرا لواشنطن لدى مصر خلفا لآن باتيسون. أهلا معكم في نشرة التاسعة. عقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ونظيره الغيني الاستوائي اليوم جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. واستعرض الجانبان نتائج المباحثات التي أجراها أعضاء الوفد المصري المرافق لمحلب مع نظرائهم الغينيين بشأن التعاون في مجالات الإسكان والصحة والزراعة والطاقة. وكان رئيس غينيا الاستوائية قال إنه سيدعو رئيس مصر المنتخب للمشاركة في القمة الإفريقية التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل. يواصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء جولاته في القارة السمراء، لتصل طائرته أمس إلى غينيا الاستوائية. هناك في مالابو العاصمة الغينية يعقد الوفد الوزاري اليوم اجتماعا مع نظرائه للتعاون في مجالات الإسكان والصحة والزراعة والطاقة. النشاط المصري في مالابو استقبله الرئيس الغيني بتسليم محلب وسام الجمهورية من الدرجة الأولى تقديرا للحكومة المصرية. أيضا دعوة رئيس مصر المنتخب القادم للمشاركة في القمة الإفريقية الشهر المقبل والتي تستضيفها غينيا. غينيا لم تكن المحطة الأولى لمحلب، حيث سبقتها جولتان، الأولى في تشاد والثانية في تنزانيا. ففي تشاد وقع محلب مع ناظره هناك مذكرة للتعاون الزراعي بعدما نقل محلب رسالة إلى الرئيس التشادي من الرئيس عدلي منصور
طلب فيها مساندة تشاد لرفع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي وأهمية التعاون المشترك في المجالات التجارية. أما جولة محلب في تنزانيا فجاءت بمناسبة الاحتفال بالعيد 50 لإنشاء الاتحاد التنزاني ليتصدر ملف مياه النيل وعودة مصر للاتحاد الأفريقي طاولة المباحثات مع الرئيس التنزاني. يبدو أن زيارة محلب بدأت تجني ثمارها بموافقة الاتحاد الأفريقي على مراقبة الانتخابات المصرية المقبلة. الآن الأشقاء في أفريقيا أصبحوا على دراية واسعة كما ذكر الرئيس كوناري في زيارته الأخيرة أن هناك إرادة شعبية تجسدت في 30 من يونيو وفي 3 من يوليو وأن وهو ما ذكره ويتم تطبيقه الآن. ذكر أن على الاتحاد الإفريقي وآلياته ومؤسساته أن تستلهم من التجربة المصرية لأن المواثيق القائمة قاصرة عن فهم ما حدث في مصر. إذن الوضع أخذ يلتئم مجددا لتعود العلاقات الثنائية بين القاهرة والعواصم الأفريقية بعد صدع عقب ثورة 30 من يونيو بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية مصر بالمجلس. شيرين مجدي، تلفزيون النهار. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان رئيس تحرير صحيفة الأحرار والصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال بعد التحية، ما هي جولة رئيس الوزراء إبراهيم محلب التي قام بها؟ ما هي أبرز الفعاليات التي قام بها في غينيا الاستوائية؟ يعني الجولة لها جانبان، جانب سياسي وجانب اقتصادي واستثماري. الجانب السياسي حقيقة جانب بارز جدا ان غينيا هتستضيف القمة الافريقية الشهر المقبل، ويعني نقف طويلا امام التصريح اللي ادلى به رئيس غينيا وعندما قال انه سيوجه الدعوة لرئيس مصر المنتخب لحضور القمة الافريقية. ده تطور نوعي، تطور مهم جدا. معنى كده ان مشكله انهاء مشكله تعليق عضويه مصر في الاتحاد الافريقي في سبيل الانتهاء تماما، ومصر ستعود بكامل قوتها لعضويه ولقياده ايضا الاتحاد الافريقي. فطبعا بالاضافه كده تاكيد المسؤولين الغينيين سواء الرئيس غينيا او رئيس الوزراء او نائب الرئيس او غيرهم على اهميه العلاقات المصريه الغينيه على مسانده بلادهم للتصويت لصالح مصر في ما يتعلق بانهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي، على تصريحاتهم بشان قوه مصر واهميتها لافريقيا وان افريقيا نعم. يعني ستكون خاسره عندما تبتعد مصر عنها. بجانب ذلك طبعا الشق الاقتصادي، الاتفاقيات، التعاون، وطبعا في مشروعات كتير جدا بتدرس في تصدير الغاز المسال من غينيا لمصر، بيدرس في اتفاقيات مساعدات مصريه لغينيا في مجال الطاقه، نعم. في مشروعات لشركات المقاولات المصريه هناك، في تصدير ادويه. يعني الحقيقه الرحله كلها مهمه من الناحيه السياسيه او الاقتصاديه. استاذ كمال ريان مدير تحرير صحيفه الاحرار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا لك. قام البابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية اليوم بزيارة لمسجد وضريح الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويرأس البابا غدا قداسا بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبو ظبي، وذلك في إطار زيارة للإمارات تستغرق 5 أيام يقدم خلالها الشكر لدولة وشعب الإمارات على موقفهم التاريخي في دعم ومساندة مصر نحو تحقيق الاستقرار. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ترشيح روبرت ستيفن باكر روفت سفيرا للولايات المتحدة لدى مصر خلفا لآن باترسون التي غادرت منصبها أغسطس الماضي. وكان باكر روفت سفيرا للولايات المتحدة بالعراق منذ عام 2012، كما عمل سفيرا لدى الأردن من 2008 وحتى 2011. شهدت مدينة مكة هطول أمطار غزيرة ألحقت أضرارا في العديد من الأحياء، وجرفت الأمطار العشرات من المركبات والسيارات وتسببت بإغلاق عدد من شوارع المدينة، في حين أعلنت عمليات الدفاع المدني أنها سجلت أكثر من 650 بلاغا جراء الأمطار الغزيرة. أيضا بسبب موجة الطقس السيء في مصر لقي شاب بالسويس
مصرعه داخل منطقة العين السخنة خلال محاولته تصوير السيول التي تعرضت لها المنطقة. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وموجات الطقس السيء التي ضربت أنحاء مختلفة من البلاد أتت بخسائر عديدة. عواصف ترابية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة أبرزها في المحافظات الساحلية، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 5 أمتار. كما أغلقت موانئ في البحر الأحمر والسويس ودمياط لتأثر حركة الملاحة. السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة أغلقت الطرق في عدة مناطق، ما منع الكثير من العاملين في الشركات والقرى السياحية من الوصول إلى أعمالهم، كما سجلت وفيات وحالات إصابة ومفقودون. أما أسوان فقد نالت النصيب الأكبر من سوء الأحوال الجوية عندما ضربت العواصف الترابية العاتية أنحاء المحافظة، ما أدى إلى انهيار عدة منازل في القرى وسقوط مئات من الأشجار وجذوع النخل وأعمدة الكهرباء. وتمكن أهالي مدينة كومومبو من العثور على جثة سائحة من جنوب إفريقيا غرقت في النيل، كانت ضمن ركاب قارب شراعي، بينما تم إنقاذ 5 سائحين أجانب وثلاثة مصريين كانوا على متن المركب الشراعي وقت حدوث العاصفة. خبراء الأرصاد لا يزالون يحذرون من المزيد من التقلبات في الأحوال الجوية، حيث لا تزال الطبيعة في مثل هذا الموسم من كل عام تثور على بني البشر برا وبحرا وجوا. أما الآن فمع جولة في أبرز أخبارنا الاقتصادية لهذا اليوم. متواصلة وفي أخبارنا الاقتصادية.